أنا عارفة إن أنت زعلان من ياسر، بس ياسر كمان زعلان منك عشان أنت ظلمت أمه. أمه اللي ظلمتني وظلمت نفسها. مش حاجتلك، ظلمت نفسي وظلمتك معايا. خليك أنت أحسن مني، كفاية ظلم بقى. يا موني ده أنا غلبت معاكي كلام وغلبت صد. غبية غبية، كنت فاهمة إن أنا ليا رصيد عندك، اللي عملته معاك ومع أولادك هيشفع لي عندك ويخليني متربعة في قلبك، مش تبعني في أول محطة. أنا ما بعتكيش، مش أنا الراجل اللي يعمل كده. أنا اديتك فرصة واتنين وتلاتة وعشرة، كنت خايف ان انا اظلمك وافضل عايش بالاحساس بالذنب ان انا ظلمتك. فرصة انا اديتك بدل الفرصة مليون، قلت يمكن في لحظة تقعدي مع نفسك وتراجعيها وتقولي يا بنت الراجل ده كويس، ما ينفعش اعمله بالشكل ده، بس للأسف مفيش فايدة. ده على اساس ان انا يعني كنت ماسكه لك الكرباج؟ ايوه كده هو ده. فهمني، لا، اي ست مننا طبيعي انها بتتنرفز وبتتعصب وبتتوتر من كتر المسؤوليات والضغوط، مسؤوليات البيت والعيال والمدارس والتربيه. الراجل بقى المفروض ان هو يستوعبها يحتويها، مش يوقف لها على الوحده. والاهانه، الإهانة يا موني سواء بالكلام أو بالفعل بتجرح وتأذي، بتخلي الراجل يوصل في لحظة إنه مش طايق يشوف الست اللي قدامه. طيب إحنا فيها ندي لنفسنا فرصة، نحاول كل واحد فينا يشوف العيوب اللي عنده ويغيرها. تفتكر إن ده ممكن؟ وليه لأ؟ أنا عن نفسي قررت بيني وبين نفسي إني ما أتغير. قررت ان انا اعمل كنترول على اعصابي وافكر في الكلام قبل ما اقوله. انت عندك حق، انا فعلا ما دبول اللي في قلبي على لساني، انا مش خبيثه، بس انا قررت اتغير. يعني انت كنت طيبه وعفويه كده واللي في قلبك على لسانك، ودلوقتي قررت تتغيري فهتبقي شريره وخبيثه. لا طبعا مش قصدي كده، قصدي ان انا بجد من جوايا عايزه اتغير. قررت صعب يا موني انك تتغيري. ممكن تبقي صادقة وعايزة تتغيري بجد، بس مش هتقدري. طبع، والطبع بيغلب التطبع. يعني انا غلطانة ان انا لسه شارية، غلطانة ان انا بحاول اتكلم معاك. ما قلتش اني غلطانة، بس اتفضل رد. الو، عايزين ياخدوني يا حاتم المباحث، انا مش عارفه اعمل ايه. ايوه حبيبي، في ايه حبيبي؟